مرحبا بكم في صحة ماج. كل يوم نجيب لكم موضوع جديد على الصحة التغذية والجمال. وإذا تابعتوا الحلقة تاع اليوم راكم رايحين تعرفوا وشنو هي طرق الوقاية من حساسية الخريف. في رأيكم ضعف المناعة يزيد من حدة حساسية الخريف؟ أكيد هذا الشيء صحيح، لأن أعراض الحساسية تظهر عندما تكون المناعة ضعيفة. حساسية فصل الخريف تجي باحمرار في العينين وإفراز دموع منها بسبب الرياح وظهور بقع وحكة على لابو تاعنا، وقد تجي تشبه البقع الإكزيما. صعوبة في التنفس والسعال الحاد، سيلان الأنف والإنسداد تاعو مصاحب بألام قوية في الرأس وحمى. يمكن تتفادى حساسية الخريف عن طريق اللقاح الخاص بحساسية الخريف. هويو المنزل تاعكم وعرضوه للشمس قد ما قدرتو باش هكذا تخلصوه من الرطوبة. تفادوا وضع السجادات ولا الليطافي حتى يجي البرد الشديد، واستخدموا أفرشة خاصة بالحساسية. يمكن تتفادوا حساسية الخريف باتباع نظام غذائي خاص لقوي جهاز المناعة، ويتكون من الحليب الرائب على خاطر يحقق توازن في بكتيريا الجهاز الهضمي، وبهذا يقوي الجهاز المناعي مما يساعد الجسم على محاربة الحساسية. ننصحكم بالتفاح تاني على خاطر عنده خصائص مضادة الالتهابات والفيروسات. الكركم خاصة بالنسبة لحساسية الجيوب الأنفية ودموع العين. الموز اللي يقلل من ظهور الطفح الجلدي. الشاي الأخضر ولا الأسود اللي يحتوي على عناصر مضادة للالتهابات. الثوم والبصل اللي يعملوا مثل المضادات الحيوية ويعزوا من صحة الجهاز المناعي. عموما إذا طولت أعراض الحساسية تاع الخريف أكثر من 48 ساعة بعد العمل بالنصائح اللي مدينا لكم، لازم تروحوا تستشيروا طبيب على خاطر ممكن تحتاجوا إلى دواء أكثر فعالية. إن شاء الله نكونوا فيناكم. تقدروا تعادوا تشوفوا صحة ماكس على انترنت فيسبوك ولا يوتيوب. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في صحتكم وعلى خير.